الدمج حوالي 45 مادة كانت منظمة في نصوص متفرقة، حيث أصبح هذا المشروع يتضمن 644 مادة. كما عمل هذا المشروع على إدماج التقارير الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية. ونهدف من خلال هذه المنظمة إلى إلقاء الضوء على الجوانب المختلفة لهذا المشروع والتعرف على التحديات التي قد تواجهنا في تطبيقه، وكذا مناقشة الحلول المقترحة لتجاوز هذه التحديات. وفي الختام أتوجه بجزيل الشكر والتقدير للحضور الكريم على تلبية الدعوة، والشكر أيضا موصول للسادة الأساتذة المحاضرين الذين لقوا الدعوة وتحملوا عناء السفر إلى مدينة أسد، وخاصة الدكتور عمر أزودار المحامي بأكادير وضمن والعيون وباريز ومريال. صادقة عليه بصيغته الحالية لا قدر الله سوف يجهز على مهنة المحاماة وعلى باقي المهن القضائية، ويقلص من دائرة أعمال المحامين كفاعلين وممارسين للمسار القضائي، هذا في الوقت الذي لا زالت فيه الهيئات والإدارات المهنية تطالب بتوسيع مجال اختصاص المحامي مع الحفاظ على جميع المكتسبات المنصوص عليها في النصوص الحالية إعمالا لمبادئ الدستور. إن الأدهى من ذلك أن مشروع قانون الصلاة المدني المعروض الآن على النقاش يشكل تراجعا خطيرا لم يسبق لأي نص تشريعي أو تعديل أن بلغه، إذ وصل عدد التراجعات 23 تراجع، علاوة على ابتداع مبادئ مجالية التقاضي ومجموعة من الأمور. إذا مجموعة من المبادئ الحقوقية والدستورية يجب أن تتجسد، وسنرى هل فعلا هذه المبادئ هي متجسدة في هذا القانون أم لا. هذا جانب آخر. الجانب الآخر هو التقني والعملي، وهو أن هذا القانون يجب أن يقدم إجابات واقعية على الصعوبات المصدرية والإجرائية التي تكون أثناء الممارسة، سواء ضد الطبيعة القضائية أو ضد الطبيعة الإدارية. بالتالي هذا القانون يجب أن يقدم إجابات واقعية لمختلف هذه الإشكاليات، ربما سيتم التطرق إليها من طرف السيد الرئيس كيسار بالضبط لأنه أدرى بهذه الصعوبات الواردة. إذا كاين جانب حقوقي ودستوري وكاين واحد الجانب تقني عملي. أستاذ عمر زوكار دائما تدخل الجانب القضائي كمصدر كبير للقاعدة القانونية، وهو محق، هو بعد انقلع من مصدر ثانوي للتشريع إلى مصدر أساسي للتشريع. كتب عسيرة وقيصرية ونقدم به الإبادة. سأحاول أن أقيم إرادة المرشد المغربي من خلال الدبران الذي يتيحها مدى الأمن القانوني الرقمي، الذي يجب أن يحقق الهولوجية المفهومية والمقروئية للقواعد ليس فقط من أجل الممارسين والمختصين، بل كذلك من طرف المواطن، لأن القانون في نهاية المطاف موجه إلى سيكولوجية مختلفة، إلى المتقاعدين، إلى المواطنين، وبالتالي يجب أن تكون قواعده واضحة متيسرة تحقق الولوج فيما يتعلق بالمقروئية المفهومية حتى يترسخ مدى الرسوخ القانوني في إطار ما يسمى بالتوقع لآثار القانون. هل يتيح قانون مصر المدنية هذه القيم القانونية التي يتيحها الأمن القانوني الرقمي؟ لماذا؟ حتى يتحقق القبول الجامعي لأنك قانون مصر المدنية ثم المادة 32 قانون المهنة. نجد أن المشرع رغم أنه المادة 30 من مصر المدنية لا تتحدث بصفة صريحة، ولكن المادة 32 قانون المهنة قد حددت إلزامية المحامي إلا في قضايا استثنائية، حددت هذا المادة 32 قانون المهنة. ولكن إذا ما عدنا إلى المادة 96 من هذا المشروع نجدها تنص على أنه تقدم الدعاوى أمام المحاكم الدرجة الأولى ما لم ينص القانون على خلاف ذلك في مقاله المكتوب، يودع بكتابة الضبط ويكون مؤرخا وموقعا من قبل المدعي او وكيله او محاميه. الى رجعنا للصيغه ديال الماده 31 في مشروع القانون الذي احيل على الامانه العامه 7 أغسطس 2015. الله يرحم محمد زمان رئيس كتاب الضبط محكمة ديال اسفي، كنشارك في هذه الندوه العلميه اللي كنحضرها كلها من الاساتذه على المستوى الوطني اللي كتنظم هيئه المحامين لاسفي، مشكور من اجل تناقش في هذا النقاش والتداول حول مشروع قانون مصر المدنيه. كنشارك فيها بمداخله حول قانون او مشروع قانون مصر المدنيه في ضوء الشرطيه الرقميه،
نحاول من خلالها مكاشفة إرادة المشرع المغربي في تبنيه مقاربة إلكترونية في سياق الحداثة القانونية اليوم اللي كتأثر وضع القواعد القانونية في إطار عالمية القاعدة القانونية بطبيعة الحال. إلى أي حد استطاع المشرع المغربي أن يلامس هذا التوجه وأن يلامس هذا السياق اللي كتحكم اعتبارات كبيرة اللي من خلالها كتعطينا مؤشرات ديال نجاعة وكفاءة القواعد القانونية، لأن قانون الأسرة المدنية منذ الوضع ديالو 1913 والمراجعة اللي كانت ديال 1974 أو 2019 كانت مراجعات اللي هي طفيفة جدا، تعديلات اللي هي طفيفة جدا بطبيعة الحال وعمرة طويلا. اليوم في سياق جديد، في سياق هندسة دستورية اللي كتنظم وكتأثر كيفية أو حقوق الدفاع، وكذلك في سياق مرجعية ملكية من خلال الباطقة لها ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ناهيك عن التطور الحاصل في مجال العدالة ديال إعمال الروابط الإلكترونية. جينا قمنا بقراءة المشروع قراءة متأنية، من خلاله حاولنا أننا نظروا لي من خلال الضمانات التي كيوفر الأمن القانوني الإلكتروني بطبيعة الحال بما يحقق الولوجية المقروئية المفهومية النص، ناهيك عن توليد الرسوخ القانوني وديك الثقة المشروعة ديال المواطن في القوانين اللي كتنتجها المؤسسة الشرعية. إلى أي حد ممكن أن تحقق ما يسمى بالثقة المشروعة اللي كتكون فلوس ليجيتيم. وبالتالي اليوم جايين على أساس أننا نقوم بتصوير بعض المواد، كذلك تتمين المقتضيات الجديدة اللي جا بها المشروع، ولكن في ذات الآن أننا نقوم بقراءة نقدية لبعض مضامين مواد الواردة في مشروع قانون الأسرة المدنية بهدف تصويبها وإنتاجها حتى تتلائم مع شروط المرحلة الراهنة. شكرا جزيلا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذ النقيب عبد الحفظ الرئيس النقيب هيئة المحامين الأسفي. عشنا اليوم أجواء ديال أجواء عرس ثقافي بامتياز، نظمت هيئة المحامين الأسفي ندوة علمية حول مشروع قانون الأسرة المدنية باعتبار هذا المشروع معروض الآن للنقاش، وباعتبار تجليات المشروع وأثره على الممارسة المهنية لشتى الممارسين في مجال القضائي، سواء محامون أو قضاة أو خبراء أو كتاب الضبط أو تراجمة أو غيرهم. المقتضيات التي أتى بها المشروع أعتبرها تراجعا عن مجموعة من المكتسبات، خاصة فيما يتعلق بالولوج المستنير والمتيسر للعدالة، وتراجع عن مجموعة من المبادئ الدستورية منها الحفاظ على المكتسبات، حق المواطن في استفادة من الخدمات العمومية وغيرها. ما يهمنا نحن كمحامون هو أن المشروع قلص من اختصاصات المحامين في الوقت الذي تنادي فيه هيئات المحامين والإطارات المهنية بمختلف تلاوينها وتشكيلاتها تنادي بتوسيع مجال عمل المحامي. كنشوفوا دابا المشروع اللي جا قلص الاختصاص ديال المحامي، أورد مجموعة من المبادئ التي لا علاقة لها بقانون الأسرة المدنية، منها التسقيف بمعنى أن القضايا سوف تسقف في مبالغ معينة، وجعل العنصر المادي المالي فاعل في التقارير. هذا هو اللي يمكن نقول لكم على المشروع ديال قانون الأسرة المدنية، وكنشكركم مجددا سيفكم إعلاميين محليين، والسلام عليكم. أصلكم جديد ديال أسفي الآن، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.